مين يصدق ان اللي عاش نص عمره حافي يتجوز نورت الخط اللي مترباه على الغالي؟ لما تشوفوا حاجة تعجبكم يا ابو عمو صلوا على النبي في قلوبكم كده وقولوا ما شاء الله تبارك الله. ما تخبطوش الكلام خط مش عارفينه رايح فين وجاي منين. شاب زي الورد بعت لي رسالة على الصفحة الشخصية بيقول لي يا عمدة بهاء، انا من مركز كومومبو محافظة اسوان، لا وارث بيت ولا زارع ارض ولا عندي رصيد حتى في البنك اصرف منه، وعايش عمري كله مطحون شغل عند الناس علشان احوش لي قرشين واتجوز بيهم زي باقي الشباب. اطحنت شغل يا عم بهاء في شغل الفاعل وبعدها في الجبل مع الدهابة، 3 سنين شغل في الذهب وما عملتش جنيه والدنيا ما كانتش ماشية معاي خالص. سبت الدهابة وطلعت مع الناس اللي واخدة مزارع في الصحراوي وبقيت شريك بالمجهود وعملت لقرشين حلوين في أول سنة في الطماطم، عوضوني على السنين اللي ضاعت من عمري. وسنة ورا سنة اشتريت لي عربية نص نقل وخدت لي مشروع صغير على الصحراوي وحطيت فيه دم قلبي وخدت منه اللي رضاني وكفاني، واشتريت بيت قديم هديته وبنيته وشطبت فيه شقة واتجوزت نفسي بنفسي. وكل ده يا عم بهاء وانا مش دريان بالناس اللي قاعدة فاضية على المصاطب تحسب ورايا وتجر عليا. واحد يقول لك مين يصدق ان اللي عاش نص عمره حافي يتجوز نورت الخط اللي مترباي على الغالي؟ واللي قال في ناس تجري على الفلوس وناس الفلوس هي اللي تجري وراها، وخد من ده عم بهاء كلام كتير من نوع ده. لحد ما في يوم شافوني داخل الجامع اصلي العشاء وكنت راجع اقسم بالله عم بهاء من الشغل بنام على نفسي من التعب، وسمعتهم بيقولوا ما هو لازم يصلي، واحد في السن ده ومعاه كل حاجة يتمناها الشباب، مشروع وعربية وفلوس وعروسة، ما فيش راجل خد زيها. قال لي اقسم بالله ما فيش ساعة يا عمدة ومراتي تتكهرب في التلاجة الجديدة، التلاجة الجديدة ما فيهاش غلطة، العروسة تتكهرب فيها والكهرباء تنطرها مسافة 2.5 متر تخبطها في الحيطة وحالتها النفسية بقت زيت، والعربية اللي نبروا فيها طارت عجلاتها قداميين على الكوبري الجديد اللي بيربط بين الشرق والغرب، ومن يومها واقفة مركونة قدام البيت مش طايقة اصلحها ولا اركبها. والمشروع اجرته لناس من اهل البلد اللي انا واخد الارض غربيهم وواقع معاهم كمان في مشاكل ملاش حل. الناس طمعوا في الارض وحطوا ايديهم عليها وقال لك دي غرب بلادنا واحنا اولى بيها، وعايزين يدفعوا لي 200,000 جنيه مرضايا ويطلعوني منها، و200,000 جنيه ياخدوا بيها الارض، ارض كانت بتدخل لي 1.25 مليون في الموسم الواحد. الحسد خرب البيت يا عم بهاء، قول للناس يتقوا الله ويقولوا ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خليهم يصلوا على النبي في قلوبهم، وعي الناس وسيبك من التمثيل، وعيهم وقول لهم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وانا وعدك يا ابو عمو من بعد الرسالة دي قررت افتح كل الرسائل اللي على الصفحة واشوف بلاويكم وصلت لحد فين. وقول لك العين مالها العين عم بها، شوف العين هتعمل فيها يا واكل ابوه.